تخيل حدا يهاجمك ويفضحك انت وبلدك باشد العبارات وامام الملايين وبعدها ينجح، هل ممكن تكون له اول المباركين؟ هذا اللي صار تماما بين ماكرون واليمينيه المتطرفه جورجيا ميلوني. بعام 2018 ايطاليا رفضت تستقبل سفينه انسانيه على متنها 600 مهاجر، جميع هالمهاجرين تم انقاذهم قرب الشواطئ الايطاليه. ماكرون وبعد رفض ايطاليا استقبالهم صرح انه هالموقف معيب والبعض ترجمها مقرف وغير مسؤول من الحكومه الايطاليه. هالتصريح أزعج رئيسة حزب إخوان إيطاليا للفاشيين الجدد وطلعت أمام الملايين وهاجمت ماكرون وفرنسا. بتقول مثلا انه ماكرون وصف الايطاليين بغير المسؤولين والمقرفين، ولكن غير المسؤولين هن اللي قصفوا ليبيا، وانه المقرف هو فرنسا اللي عم تستغل افريقيا بطباعه النقود وفرض الرسوم وتشغيل الاطفال بالمناجم واستخراج الثروات مثل ما عم يصير بالنيجر، بالوقت اللي 90% من شعب النيجر عايش بدون كهرباء. وبتختم بانه الافارقه عم يهجروا قارتهم بسبب فرنسا، والحل هو تحرير افريقيا من بعض الاوروبيين وليس قدومهم إليها. البارحة ميلوني تسلمت منصب رئيسة وزراء إيطاليا، وأول رئيس بالعالم بقابلها وبهنئها وبيتصور معها كان ماكرون، فعم تتخيلوا معي مو بس بارك لها ولكن كان الأول. ما بعرف، في 100 شغلة مثيرة للجدل، أعطوني رأيكم فيهم وبشوفكم بفيديوهات قادمة. سلامة.